كل اللي هتحتاجه التلات اقلام دول والمسطرة والستيكرز دي، وكمان امير او لزق، ولو الستيكر عندك بتلزق يبقى حلو جدا. بعدين ببدأ ان انا اكتب الشهر واكتب الكالندر، وبحط الستيكرز بقى مكان ما انا عاوزة. ممكن اكتب الشهر في النص باللون الاسود او كده، بس انا بحب استخدم اللون الازرق. من عادتي بحب تخطيط الشهر يكون بسيط، بحيث ان انا ما اخدش وقت في التخطيط، ويكون يعني مكفي كل الحاجات اللي انا عاوزة اكتبها. هكتب في البيج دي كمان الجولز بتاعت الشهر، وحطيت ستيكر كده تحت. والبيج التانية كتبت فيها يوتيوب انستجرام والبوكس اللي بقرأها كل شهر، وعملتها بهايلايت اصفر. بعدين بقى خططت التسطير نفسه كان بالهايلايت الاصفر. هو ممكن ما يكونش باين في الفيديو، بس بجد هو شكله حلو جدا. والتسطير ده كان للديلي لوج اللي بكتب فيهم التودو ليست بتاعت كل يوم. بصراحة انا شايفة ان انت تستغل الحاجة اللي عندك، تظبط البولي جورنال على اساس الحاجة الموجودة عندك، وهتطلع حلوة جدا. مش شرط ان انا يبقى عندي الوانات كتير، طبعا انا نفسي اجيبه كل حاجة، بس حاليا مش عندي، فبستخدم اللي موجود. والبولي جورنال دي بتبقى من ابداعك برضو. انت تقدر تستخدم الستيكرز اللي حاببها، عاوز تعملها تسطير رصاص وجاف بس مفيش مشكلة. دلوقتي كده انا هعمل الهابت تراكر، هعملهم المرة دي على صفحتين مش صفحة واحدة، وهحط ستيكرز ستيتش. حسيت ان موضوع الشهر ده كان اسهل بكتير من التخطيط، وحبيته ان هو يكون عشوائي بقى، مش ان انا اتعب نفسي واقعد اوجع عيني واسطر وكده. دلوقتي كده بكتب الايام بتاعت الاسبوع، هعمل 4 خانات لان انا ببقى عاوزة التزم على 4 عادات في الشهر. ممكن انت تعملها طولي او عرضي او ايا كان، او في صفحة واحدة او في كذا صفحة، ده على حسب برضو الحاجة اللي انت عاوزها. كده بقى نوصل لبيج I'm grateful for. انا حبيت ان انا اعملها برضو 2 قدام بعض، وهتبقى بسيطة كده. وهعمل تسطير كل الصفحتين كده بالهايلايت الاصفر برضو. ملحقتش اكمل اخر صفحة عشان الفون فصل، بس ده كان الشكل النهائي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.